قابل نفسه أن يحلم ليكون موظف حكومي من الآن ينام من الآن، ما يفكر بهذا القضية. القضية الشاب اللي آسف على الإبهام، الشاب اللي عنده طموح عنده حركة بده يحضر محاضرات وبده يحضر مؤتمرات وندوات وشبكات الإنترنت وغيره يستفيد منها. تضيع الوقت ما في له مكان حتى يبني مستقبل بلده. وأكبر المشاريع في الأردن عمليا اللي بتبني عليها مهندسين، حتى وزير الصحة كان فترة عندنا وأحسن وزير صحة بالبلد بالضبط أجل تاريخ نوتو، البوتاس، الفوسفات، الاتصالات وغير ذلك. بديش أتكلم الموضوع كلها إدارة هندسية، كلها شغل هندسي حتى تستطيع حقيقة أن تبني مستقبل مشرق وشرق. يعني أنا بدي أشكر المهندس موسى، لكن بالنهاية إحنا يا أخوان بلد بحجم إن شاء الله يعني باستمرار إحنا لازم نحط الواقع. اليوم إذا ما بتحط أرقام قدامك ما بتفهمك أنت تأخذ قرار. بالتأكيد المهندسين عندهم قدرة على التحليل، عندهم قدرة، لكن الواقع إنه إحنا مرتبطين في بلدنا بقضايا إقليمية. ويعني إن شاء الله أنت فتح الحدود وإن شاء الله تمشي كل الأمور زي ما بحكي المهندس موسى، لكن بالنهاية إحنا مرتبطين بواقع حالي. وأنا بعتقد جاسم وهذه الأرقام اللي تحكيها مش إحنا، إنه سوق العمل المحلي لا يستوعب إلا عدد محدود من 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 عدد المهندسين. الأمر اللي برتب علينا إن نجهز مهندسنا بشكل جيد. لا شك إن المهندسين موجودين في كل القطاعات وعمالهم ببلوا بلاء حسنا، لكن هذا الحكي غير كافي. إحنا الآن أمامنا الجدد هذول العدد الكبير من المهندسين والجيش القادمنا، كيف الوسيلة لتمكينهم من العمل بطريقة كفؤة. وأشكر المهندس موسى على هذا المحاضرة. شكرا جزيلا المهندس محمد على هالمحاضرة القيمة. بدون ما أروح أسترسل بالبحور الشعر وغيرها جميل، وبالتالي حتى يظل ضمن الوقت الآن ننتقل لمحاضرتنا الثانية وطعم زاكي أيضا، وهي أيضا تتكلم بنفس، لكن هي مسح حكومية معهدسة. هذا بعدين مش بقينا طويتين، هذا النهار بجمع محاضرنا انمار خوصاونا حاصل على درجة الهندسة الماجستير الهندسة المدنية. عند استاذنكم وين تتعلم الغداء؟ الله يخليك. ابلع يا زلمة. وزارة الأشغال العامة حلو لما يتقلب على عدد المناصب بصير عنده خبرة، وهذه ترى بصير الآن بروح ناحية الشمولية، ولو نظام الشمولي السياسي مشكلة في الأيام هاي، بس بالعلم مقبول جدا. وهو أيضا كان مدير عام المرور والسلامة المرورية، مدير صيانة الطرق، مدير تنفيذ الطرق، مدير أشغال العاصمة، وحاليا مدير شؤون الفنية ومساعد الأمين العام لشؤون الطرق. وبالتالي ومحاضرتنا بتدل على الاسم المسمى، ونحن شباب متوقين نسمع عن هذه المحاضرة القيمة. فليتفضل مشكورا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني بشكر الجامعة ورئيس الجامعة وكل القائمين دكتور أقلا ودكتور عمر والدكتور مصطفى والأخت الفاضلة ما أعرف شو الاسم عبير اللي قاموا على فعلا يعني عمل يوم علمي بخصوص الهندسة أو الهندسة المدنية. فاليوم أنا محاضرتنا بخصوص الأثر البيئي والبنية التحتية، الأثر البيئي لمشاريع البنية التحتية والطرق وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الطرق الدائرية والتنموية. بس بدي أعلق على شغلة أنا بجوز قبل ما أبدأ في محاضرتي على ما تكلمه زميلي وحبيبي الدكتور موسى. أنا حقيقة عضو مجلس القادم على قوة النقابة. طبعا نقابي كنت سابقا أنشط من الآن يعني أكثر من موقع أرمنا. فيعني القطاع الحكومي بحاجة أحيانا إلى ناس إنه يفدوا في سبيله، وأنا بجوز أحد اللي يعني هو لم يعمل، ولكن يعني لم يخصص ولكن عمل. بس الأحوال إحنا يعني الحمد لله إنه يعني لحد الآن سايرين أنا لي حوالي 27 سنة يمكن في القطاع، والحمد لله مضينا أيام مرة وصعبة، أيام المطر، أيام الثلوج، أيام الكذا، هاي الطرق اللي كنتوا تسلكوها ونسلك ونسهل لكم الأمور كانت كلها بالخلال. يا سيدي على كل الأحوال نرجع للمحاضرة، الأثر البيئي لمشاريع البنية التحتية والطرق.
تقييم الأثر للمشاريع الطرق الدائرية والتنموية في كافة أنحاء المملكة. راح نتطرق لموضوع الطريق الدائري والتنموي عمان، وبعدها راح نعطي لمحة بسيطة عن الدائري إربد، وأيضا أنشأنا طريق دائري في الصرب بدأنا بجزء منه، والآن أيضا بننشئ طريق برضو دائري في منطقة القفيلة. وهذا الحكي راح يكون على كافة محافظات المملكة لاحقا إن شاء الله، وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الوزارة. مش مبين عندي شيء هنا تحت عشان أقدر أحرك. ما البيئة تشير إلى المحيط الكائن حول الشيء أو الإطار الذي نوجد فيه، حيث كل ما هو حي أو جماد له محيط ببيئته الخاصة به. طبعاً مكونات البيئة مرتبطة مع بعضها ارتباطاً وثيقاً، فلا يمكن وجود أحد مكوناتها بمعزل عن الآخر، وهذا قد يعتبر من أهم القوانين لفهم دور الإنسان وتأثيره على البيئة. أثر الطرق على البيئة: إن عملية إنشاء الطرق تتطلب دراسات حثيثة للعلاقات البيئية في تلك المنطقة، حيث أن عدم الاكتراث لهذا الموضوع قد يسبب التدمير البيئي في تلك المنطقة، والذي قد يحتاج إلى مئات أو آلاف السنين حتى نعيد على ما كنا عليه. حقيقة سابقا احنا في الأردن للأسف وجزء معظم المنطقة ما كنا نهتم بموضوع البيئة والأثر البيئي اللي بحدث بسبب إنشاء الطرق. في الآونة الأخيرة طبعا زاد الوعي بتأثير إنشاء الطرق على البيئة، فقد أولت الحكومة اهتمامها، فعملت وزارة بيئة وعملت مديرية عامة في البداية بيئة وبعدين وزارة بيئة كبير حماية بيئة وإنماء مواردها، وعملت على إيجاد توازن بين المتطلبات والاعتبارات البيئية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مختلف المجالات، إلى جانب الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، وصولا إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في كافة قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل دول العالم. طبعا في أثار بيئية راح سلسلناها في بنود ونقاط. من أهم الأثار البيئية عند عملية إنشاء الطرق: أول شيء تدمير نظم بيئية حساسة، خسارة الأراضي الزراعية المنتجة. يعني إحنا كثير في الأردن خسرنا بعض أراضي ممكن إنه نميناها، لكن في الأصل كمان خسرنا بسبب إنه أنشأنا طريق فيها وقطعنا أشجارها وهربنا معظم الطيور اللي حولها. أيضا تعطيل الأنشطة الاقتصادية المحلية، اضطرار العديد من السكان بسبب انه انشأنا الطريق غيروا سكنهم او نقلوا بجنب الطريق، يعني يجوا من مناطق ثانيه وسكنوا بجنب الطريق لتغيير مكان اقامتهم، تغيير ديموغرافي للمنطقه. ايضا تسارع في التحضر، لما صار في طريق صار في حضاره حول الطريق. ازدياد الامراض بسبب اللي هو التلوث وما التلوث. طبعا تتطلب مشاريع انشاء الطرق عادة، يعني من فترة ما صار في تقييم للأثر البيئي على موضوع إنشاء الطرق صار تقييم بيئي شامل، حيث أنه هذه المشاريع لها أثر بيئي شائع تؤثر على العديد من المكونات البيئية في المنطقة. وهذه الدراسات كانت بالتنسيق مع وبالتعاون مع المهندس الإنشائي أو المصمم الإنشائي لهذا الطريق، ويجب توظيف الوقت والجهد الكافي لتحديد الآثار البيئية المتوقعة ومحاولة تفاديها أو التقليل من آثارها، كما يجب تأهيل العاملين على طريق تدريبهم وإعطائهم المعلومات الكافية عن البيئة المحيطة في المشروع من حيوانات ونباتات. طبعا من أهم المشاريع اللي